إذن مشاهدينا الكرام، لمزيد من المتابعة والشرح والتفسير معنا عبر الهاتف الدكتور سامح العسوي، أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة. دكتور سامح، بعد مساء الخير، ويعني هذه الصور وكل ما جاءنا من أسوان على الهواء مباشرة بحضور السيد الرئيس من هذا المجمع وكل ما يعتمل في النفس المصرية الآن في هذا المشروع الكبير، وكما قال زميلنا أحمد عتابي، مصر عادت شمسك الذهب، الطاقة الشمسية أو الشمس تتحول أشعتها إلى ذهب إلى طاقة. ما هي الرسائل التي يمكن أن نقف أمامها اليوم في هذا اليوم المشهود وهذا الإنجاز الكبير في مجال الطاقة؟ مساء الخير يا فندم. هو بالنسبة للطاقة الشمسية، احنا ربنا حبينا بمناخ كويس جدا بالنسبه للطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. احنا عندنا محطه بنبان في المحطه الاولى على الشرق الاوسط ان لم تكن على مستوى العالم، وفي موقع ممتاز. المحطه معموله على حوالي حوالي 9000 فدان. المحطه بتدينا 1465 ميجا. بالنسبه ان هي تدينا 1465 ميجا، ده بنايه او بدايه لبنايه محطات الطاقه الشمسيه جوه مصر. هنقول ان هي تجربه ناجحه لان هي بدات في سنه 2015 طبقا لقرار الجمهور 247 لسنه 2014، لان احنا داخلين على مناخ جديد عالمي. المناخ الجديد العالمي بيقول ان احنا عايزين طاقه نظيفه ونظيفه كربون. لم تتوفر هذه المواصفات في اي دوله في العالم الا اولها جمهوريه مصر العربيه، من ناحيه الموقع، من ناحيه المناخ، من ناحيه المساحه المتوفره، لان احنا داخلين على انتاج هيدروجين اخضر، والهيدروجين الاخضر العماد الرئيسي للانتاج هي الطاقه الشمسيه. فاحنا عندنا الحمد لله المساحه اللي تكفي ان احنا نعمل طاقه شمسيه. هل الخبره موجوده؟ الخبره اصبحت خبره عالميه في الحصول على محطة بنبان. فهذه الكمية من الطاقة اللي طالعة بالكنترول السليم اللي ماشي عليها، بالمحطات التوزيع، بخطوط الربط، بما فيها كمان الكنترول ما بينها وما بين المحطات الرئيسية بتاعت الكهرباء اللي بتتوزع بالغاز. يبقى احنا عندنا ان احنا نعمل محطات منها كتير علشان ننتج طاقة خضراء هيدروجين أخضر. وإذا حصلنا على كمية الهيدروجين الأخضر من المساحات المتوفرة اللي عندنا، هنبقى عندنا ثروة لا تنفذ. إحنا بنقول البترول مع مرور الوقت بينفذ البترول. نعم. أو الغاز، ولكن الشمس عمرها ما هتنتهي، والحمد لله، ويبقى عندنا طاقة شمسية وعندنا مية 3000 كيلو مساحة ما بين البحر الأحمر كشواطئ من البحر الأبيض المتوسط. يبقى عندنا ميه من البحر وعندنا الطاقه الشمسيه اللي موجوده عندنا، نبدا نطلق اكبر 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 كميه هيدروجين اخضر على مستوى العالم باستخدام الطاقه الشمسيه. احنا لو استخدمنا 1% من مساحه جمهوريه مصر العربيه، نعم، نحصل على 100 جيجا وات كهرباء. دكتور سامح، لعلنا الآن يعني ونحن بالتأكيد في فصل الشتاء، والعالم كله خاصة العالم الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي تئن تحت وطأة هذا البرد القارص والثلوج، والجميع يشاهد على شاشات التلفزيون المصري والقنوات المصرية هذه الصورة التي تأتيها على الهواء مباشرة، أشعة شمس، ألواح شمسية بمساحات شاسعة، محطات تنتج قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية. إذن الرسائل التي تبعث بها مصر للمستثمرين وللدول ولصناع القرار في الخارج ما هي؟ حضرتك، احنا تم السنة دي 4 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر لاستخدام الطاقة الشمسية. واحدة في شهر مايو، وفي شهر يونيو، وفي شهر يوليو، وفي 14 شهر. فاذا الرساله وصلت لجميع دول العالم. ثانيا، ان هم يشوفوا هذا الموضوع حاليا على التلفزيون، هم عارفين ان مناخ مصر وعارفين امكانيات مصر، دي معناها ان والان، لان من شروط الاستثمار الامان والموقع، وان المناخ يكون ممتاز. احنا عندنا الحمد لله 3 متوفرين. الحمد لله.
فبالتالي ده دي رساله قويه جدا لكل شعوب العالم، وبالذات البلد المانيا ودول اوروبا دلوقتي بتسعى جاهدا من اكثر من سنه انها تعمل تعاقدات مع دول شمال افريقيا علشان تنتج طاقه شمسيه تطلع بيها هيدروجين اخضر. وهم مالوش منطقه في شمال افريقيا كلها افضل دوله بهذا المناخ والموقع والاستقرار الا جمهوريه مصر العربيه، والحمد لله. نعم. مستقبل الطاقة دكتور سامح في إيماء سريع، مستقبل الطاقة في العالم الآن يميل إلى يعني تراجع نوع من الطاقة معين وانقضاؤه، وخاصة بالثروات البترول إلى آخره، وصعود ما يسمى بالطاقة الجديدة والمتجددة سواء كانت طاقة الرياح أو الشمس إلى آخره. أين تقع مصر في هذا السيناريو المستقبلي؟ السماء احنا حاليا من الاول على مستوى الشرق الاوسط في الطاقه المتجدده سواء رياح او شمسيه او ميه، لان احنا عاملين اكبر محطه موجوده بتاعها 2.4 في جبل عتاح، مش موجوده دي خامس محطه على مستوى العالم ولا في الشرق الاوسط. ثانيا المناخ والامكانيات اللي موجوده متوفره هي دي، ومحطه بنزان، محطه بنزان دي هي العلامه او الرساله اللي بتقول للعالم احنا هم وبنطلع انتاج وعلى مساحات 9000 فدان. نعم. فاذا احنا جاهزين لان احنا ننتج الطاقه الجديده من الطاقه الشمسيه طاقه الرياح وننتج الهيدروجين الاخضر ونبقى اكبر دوله على مستوى العالم كبديل للهيدروجين الاخضر. شكرا لك دكتور سامح العسوي استاذ الطاقه الجديده والمتجدده، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.